مساء الخير واهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الهامه. هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهالي واسر خريجي كليه الشرطه خلال الاحتفاليه بتخريج الدفعه الجديده. وقدم الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفاليه تخريج دفعه 2021 من طلاب كليه الشرطه الشكر للاهالي لتقديمهم ابنائهم وبناتهم فداء مهمه عظيمه جدا هي حمايه امن مصر وسلامه الناس، قائلا كل التحيه والشكر لكم جميعا. وأضاف الرئيس أيضا لن ننسى توجيه كل تحية باسمي واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والجيش والقضاء والمجتمع، مذكرا بالأيام الصعبة التي مرت على مصر خلال السنين السبع الماضية وكم التضحيات التي قدمها الشعب المصري لكي تظل مصر قوية وصامدة، قائلا لن ننسى أبدا أبناءنا وأولادنا الذين قدموا أرواحهم وحياتهم لكي تبقى مصر بالوضع الموجود به حاليا، وما زال حتى الآن يقدم المزيد من الشهداء في الجيش والشرطة والمصابين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون سلام الشهيد ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات كلية الشرطة. ونصح أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلاب الخريجين من أكاديمية الشرطة قائلا التعامل مع الرأي العام والشعب أمر ليس باليسير، ولكن صورة رائعة جدا أن نكون ممثلين لوزارة الداخلية في كل القطاعات التي تتعامل مع المواطنين. أما عن مزيد من التفاصيل التي شهدها حفل التخرج، فتم عرض فيلم تسجيليا بيوضح قيام بعض العناصر الإرهابية للتخطيط لعمل عدائي ضد أحد المنشآت المهمة، وقام الطلاب طلاب كلية الشرطة برسم علم مصر بأجسادهم. الجدير بالذكر أيضا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل التخرج وفي حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وأيضا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين كرم الطلاب الأوائل وقلدهم الرئيس السيسي أنواط الامتياز من الطبقة الثانية. وأيضا شارك سيادة الرئيس في تكريم أوائل الطلاب الوافدين في أكاديمية الشرطة. أيضا من التفاصيل الهامة في حفل التخرج أن عناصر الشرطة النسائية شاركت في العروض أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة لعرض خاص لقوات التدخل السريع. وأجرى خريج أكاديمية الشرطة مراسم تسليم وتسلم القيادة خلال حفل التخرج. وأيضا أدى خريج كلية الشرطة اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار. وأيضا صدق على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة. وخلال الكلمة التي ألقاها قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن جهاز الشرطة يدرك ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمي يمر بصراعات ومخططات خارجية تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والتخاء. أضاف وزير الداخلية قائلا هنا يقف أبناؤكم رجال الشرطة دوما عند مستوى المسؤولية ولا أن للواجب باذلين العطاء بنفس راضية للقضاء على مخاطر الإرهاب ودحر فلوله وإجهاض محاولات التنظيمات الساعية إلى إحياء نشاطها الإجرامي، وذلك من خلال معلومات متكاملة وإجراءات مقننة ودقة في تنفيذ عمليات الضبط. بالتأكيد أكاديمية الشرطة المصرية تعد صرحا علميا أمنيا شامس حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، هي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال. والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة اكتشفوا أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا، فهي من أقدم وأكبر أكاديمية الشرطة في العالم على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. في النهاية بالتأكيد بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات إخبارية جديدة على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم وإلى اللقاء.